فطرت فطرت تقبل الله صيامك، خذ حلي، خذ حلي بثلاثية هلالية في الديربي من الشوط الأول فريمونت سادة، خذ حلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان، حياكم الله، معكم أحمد يا أخوان. رجعنا لكم اليوم بعد غياب طويل، غبنا وغاب الهلال، والله اشتقنا يا هلال، والله اشتقنا يا هلال. اليوم ديربي الرياض، الهلال ضيف ثقيل على الشباب في ملعبه. اليوم الهلال اكيد نريد استمرار الانتصارات، سلسله الانتصارات. الهلال اليوم بالفول تيم كالعاده ما عدا غياب سعود عبد الحميد، للاسف هو الغياب بسبب البطاقات، وحتى لو ما كان في بطاقات فاكيد اليوم راح يغيب، كان عن المباراه بسبب وفاه والده الله يرحمه ان شاء الله ويجعل مثواه الجنه. اليوم الهلال كالعادة تشكيلة ما في أي تغيير عليها، فقط البريق يلعب مكان سعود عبد الحميد. في معلومة الصراحة صدمتني اليوم عن ديربي، عن الديربي بين الهلال والشباب، إنه سالم الدوسري لحد الآن ما يملك ولا هدف، ما سجل ولا هدف على الشباب، ولا سجل ولا هدف في مرمى الشباب. هل معقولة هذه المعلومة يا جماعة؟ ما بعرف، ولكن إن شاء الله اليوم إذا كانت هذه المعلومة صحيحة إن شاء الله اليوم الدوسري التورنيدو اليوم إن شاء الله بيسجل بإذن الله. لا تنسون يا إخوان لايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان كل جديد في القناة. النصر حاليا يلعب مع الطائي بنفس التوقيت في الأول بارك، مع الطائي مثل ما قلنا. كريستيانو رونالدو يقود النصر اليوم، ميتروفيتش صار على الهدافين 23 هدف لكل لاعب. امبارح حمد الله سجل هدف على ما اعتقد 18 هدف، يقترب من ميتروفيتش. اوه وين هرب، وين هرب، وين الشهراني، وين الشهراني متقدم، الشهراني قدم، الشهراني والله بداية قوية، بداية قوية، جول لجوير، يو الصوت متأخر عن الصورة. الجوير صرت لاعب، صرت شويط، على حظنا صرت شويط مع الهلال، بشوط مليون شوطة من أول تسديدة علينا سجلت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، على حظي صار بشوط، على حظي صار شويط. شوف وين حطها في العارضة، ولا كورتوا بيجيبها، كورتوا ما بيصدها يا رجل. شوف شوف الهلال كالعادة بالضغط العالي، كالعادة ابتكاك الكرات في مناطق الخصم، كالعادة جيسوس ونفس الأسلوب، ما في تغيير. الكماشة، الكماشة الهلالية. يلا يلا يا بريق، المستر اسيست البريق وسعود. اوه يا سعود، صحيح البريق مستر اسيست، لكن سعود البتاع كله، سعود الملعب كله، اسيست، دفاع، هجوم، تسجيل، صناعة، يا الله، مراوغات، فنيات، كمية جري وحركة ونشاط، وأخذ الملعب طول عرض سعود عبد الحميد. حلوة حلوة. أوه يلا 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 يلا، بدأ هلالنا يشتغل، بدأت الماكينة تدور، بدأت الماكينة تدور، مالكم يلعبها. آه ها 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 ها. سايس مع ياغو، يعني ثنائية دفاعية قوية، أكيد حتكون رقابة مشددة على متروفيتش، لكن مالكم حيكون صنع الفارق. سافيتش القادمون من الخلف مع مالكم، ميشيل، سالم، يعني اكيد اكيد نيفس في التسديدات. يلا يلا يا هلال. لا اوه يا بونا، وحتى صدي، يا اله يا سيد اطلس، يا الله يا وتصدي يا جماعه، يا اله يا وتصدي يا ياسين، أعطيني اللقطة، أعطيني التصدي، يا الله يا الله. أوه با 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 با، لا 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 لا، جونيور كارلوس كان ممكن 2-0، لكن أسد بونو معليش، 1-0 2-0، حنجيبكم حنجيبكم وحنفوز ومن ملعبكم. اهدى اهدى، لا تعمل لي فيها ليت وشبابي، واهدى اهدى، معاك الزعيم، عمك عمك كبير الرياض اليوم، عمك هذا التعادل. يلا ركلة جزاء،
عيني قايل لك والله العظيم قايل لك قايل لك قايل لك عمك الهلال لسه وانا بحكي صفرها الحكام صفرها ميتروفيتش اتوقع في دهاء في خبث كروي قدر يحصلها عارف شاف الحارس ناظر الحارس طالع حيضرب ميتروفيتش لو ما حصل الكرة حيضرب هذه كارت أصفر يا غواتيمالي هذه كارت أصفر ميتروفيتش أتمنى تكون مركز كثير يا ميتروفيتش يلا عليك جاهم القناص يرجع للتسجيل يلا حلو هو اللي كسب ركلة جزاء تحرك ولا أروع كسب ركلة جزاء بدهاء وخبث كروي ماكر ميتروفيتش حلوين واحد واحد قلت لك لا تعمل لي فيها ليث وشبابي حتبلع حبلعك في أرضك وبين جماهيرك يلا هذه واحد يلا يا رجال يلا يا هلال حلوة هاي العرضية سافيتش حلوة قول أبا جاهم القناص جاكم أبو راس جاكم يا شنب يا أخي شو هالأناقة شو هالجمال ما شاء الله تبارك الله رايق الصربيين رايقين الصربي يصنع للصربي والهلال اثنين الشباب واحد كم باك كريمونتادا هلالية في 25 دقيقة نقدر نقول 26 دقيقة شوف العرضية حلوة العرضية شوف شنب يا أخي رايق يا الله عليك يا شنب يا أخي كامل الأوصاف يا أخي شو يا أخي اللسان ما يعطي حقه والله اللسان يعجز على وصف سافيتش يا أخي رايق إيه شوف شنب حلوة ميتروفيتش هدفين حلوين إصابة خروج ميتروفيتش أنا ما أعتقد شد عضلي في الخلفية في عضلة الفخذ الخلفية على ما أعتقد يعني إن شاء الله سلامات أعتقد شد عضلي وما راح يغيب كثير الشهري يعتمد على صالح الشهري مهاجم مركز يا سلام اوه ما كملت حرام ما تكمل يا تمريره يا سافي شوف تقريبا 1-2 خذوها تبين سافيج وسالم لعبه ما عدت للشهري لمالكم يلا اعطونا الثالث قبل نهايه الشوط الاول خلنا نرتاح نطلع الشوط الاول 3-1 اوه حلوين 3-1 حلوه كثير يلا حلوة التمريرة يا عمر يا مالكم ميشيل شوف ورا حطها يا أخي بعرها ميشيل دخيل الله يا زلمة حطها التمريرة لسالم وخلي سالم يسدد يا أخي ليش تحب تعقد الموضوع يا ميشيل حرام عليك يا أخي شوف لعبها للبعيد الشهر يا دوب لا أرجعها أردها في الراس للسالم حرام يا رجل كرة هدف ثالث يا أخي الله شنب يا عمري فطرت تقبل الله صيامك خذ حلي بثلاثية هلالية في الديربي من الشوط الأول فريمونتادا خذ حلي الهلال يحلي يا اخي خذ التحليه شوف اللي حلو الله شوف التمريره يا الهي يا لا 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 لا, لا. يا اخي تعدي من واحد من اثنين كلهم واجدين كلهم جاهزين كلهم موجودين الخير واجد شوف يغيب عدات من صالح ميتروفيتش مش موجود شنب بيتابع شنب يسجل شنب يهدف الله عليك يا شنب والله كل الكلمات قليلة عليك والله صناعة تسجيل محور ارتكاز مساندة دفاعية يمين يسار يا شنب الله الرابع ميشيل راح يبعرها
ما انا عارف، ما انا عارف راح يبعرها ميشيل، راح يبعرها. يا إلهي، الهلال وصل ل 75 هدف في الدوري لحد اللحظة، لحد اللحظة لسه ما خلصت المباراة، 75 هدف، هذا الهدف 76 يا مالكم لو عديتها. لكن ياغو، ياغو وحش، قوة بدنية رهيبة ياغو. آه يلا يا سالم، لازم تسجل اليوم يا سالم، لازم تسجل يا سالم يا كابتن. شنب الله 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 الله، تكمل تكمل تكمل، حرام ما تكمل، حرام ما تكمل. يا إلهي يا النقلات، التمريرات، اللمسات، السحر، السحر الحلال، السحر الحلال يا هلال، السحر الحلال يا هلال. يا الله يا الله على التمريرات، نقلات يا أخي، قلت لك افطرت. طيب خذ حلي، خذ حلي، استمتع ومتع نظرك في الهلال، متع نظرك في الهلال. يلا ما. شوف شوف اليسار، شوف سالم، شوف سالم، سالم شنب. يا الله شنب، والله تسديدة قوية لكن تقريبا في متناول الحارس، صحيح قوية لكن في متناول الحارس، لو كانت عالية مش أرضية، لو كانت عالية كانت تدخل، لكن أرضية. حلو حلو، يلا الرابع جاي، الرابع جاي. يا سلام يا سالم، يا سلام يا سالم، يا سلام، عدت مالكم. يا الله مضيع فرص كثير في الشوط الثاني، في مساحات على عكس الشوط الأول ما كان في مساحات كثير، لا الشوط الثاني مساحات، لأنه الهلال لأنه الشباب خلاص فتح الملعب، صار يلعب بثلاث مهاجمين، ديالو مع كارلوس جونيور مع عبد الله رديف اللي عامل يعني عامل قلق من دخوله في الشوط الثاني. ولكن الهلال، الهلال فتح يعني لاقى المساحات. شوف هذه، شوف هذه، شوف هذه، شوف شوف سالم، شوف سالم، حطها 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 حطها، سالم سالم. يا واخيرا سالم، هل معقول سالم هذا اول هدف له في مرمى الشباب؟ هل يعقل، هل يعقل، هل يعقل المعلومة اللي سمعتها صحيحة انه سالم ما سبق وانه سجل في مرمى الشباب؟ يا 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 ذكرني في هدف الهلال على الاتحاد ال 2-0 في اسيا الذهاب، الذهاب في الـ في الـ في الـ في الـ في المملكة أرينا، نفس الهدف. يا اخي صعب، صعب تفتح الملعب قدام الهلال، صعب تلعب في ضغط عالي امام الهلال يا اخي، شوف المساحات يا اخي، شوف المساحات، صعب تلعب في ضغط عالي على الهلال وتفتح الملعب، لانه اي تمريره حيضربوك، حيضربوك سرعات. سالم على اليسار وميشيل على اليمين وعندك ممررين على اعلى مستوى في العالم، نيفيس، سافيتش، اذكياء، ماكرين في التمرير، عندك كوليبالي، البليهي، بريك، يعني كواليتي عاليه جدا في التمرير، الاستلام، التسليم، دقة التمريرات، البينيات، سعود عبد الحميد، تحركات من المهاجمين، يعني عندك كواليتي عالي جدا جدا، فصعب تطبق الضغط العالي على الهلال وتنجح فيه، ولو واحدة عدت خلاص حتى يعني الهلال حيسجل. مثل ما شفنا ثلاث اربع لقطات في الشوط الثاني، الشباب يطلع يضغط للامام ويلعب بضغط عالي، الهلال بكل سهولة يخرج من الضغط وكل الفرص كانت خطيرة، لكن لعيبة الهلال ما عرفوا يتعاملوا مع الفرص اللي اجتهم، لكن هذه خلص هدف رابع قتل فيه المباراة الهلال حرفيا. اوه يا هلالي، اوه يا هلالي يا اخي، وعامل اللي فيها والليث الشبابي وبتوعد ودير بالرياض وحنعمل وحنسوي ورئيس نادي جديد وإدارة جديدة وبهايطو يا اخي، وسجلت اول شيء يا اخي، ليش سجلت؟ خليك ليش استفزيت الهلال؟ خليك في حشمتك، خليك قاعد متعادلين 0-0، العب على التعادل، سجلت اول واستفزيت الزعيم، ابلع، استلقي 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 اذا تقدر تستلقي. هاي اربعه، هاي اربعه على الناعم، وهدافنا طلع يعني ما هو مكمل هدافنا، والهلال يعني ها قام يلعب بعد الثلاثه، خلاص صار يلعب بالراحه.
اللي لا صار لعب اللاعبين صار لعب بالراحه، خايفين من الاصابات للامانه، جايين من توقف دولي وجايين من سفر معظم اللاعبين، ويعني لعب بالراحه اربعه، فلا تعمل لي فيها ديربي الرياض. وما احنا انديه الرياض هذا الموسم يعني اخذينهم رايح جاي، يعني نصر، شباب، رياض، فيحاء، يعني ما في ديربي اسمه ديربي الرياضي الكبير، ما احنا اخذينهم معلم، اخذينهم رايح جاي يعني، فاهم علي؟ فلا تستفز الزعيم يا اخي، لا تستفز الهلال، لا تستفز الهلال، هاي ريمونتادا، هاي ريمونتادا، بس سجلت الاول بلعناك اربعه، فرضك يا رجال، فرضك، فرضك يا شباب، فوين رايح في الزحمه؟ شنب شنب، الله ضاعت ضاعت، يا الله يا الله، حرام ما تكمل الحلو، ما يكمل الحلو، ما يكمل يا شنب، يا تحركات، شو هذا؟ مهاجم وهمي ولا ولا رئيس حربة ولا شو؟ شنب يا زلمة، من وين يطلع؟ من وين يخرج؟ من وين يظهر؟ ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف، ما شاء الله تبارك الله عليك يا شنب، ما شاء الله ما شاء الله يا شنب. الله الصبياني، حلو الهدف، حلو الهدف الصبياني، والله حلو الهدف. شو الجول هذه يا جماعة؟ أوه أوه أوه. ما يقدر على المغربي إلا المغربي. الله الله الله، والله رومان سايس هدف ولا أجمل هدف ولا أروع. 4-3 صارت النتيجة. شنب شنب، الله ضاعت ضاعت، يا الله يا الله، حرام ما تكمل الحلو، ما يكمل الحلو، ما يكمل يا شنب، يا تحركات، شو هذا؟ مهاجم وهمي ولا ولا رئيس حربة ولا شو؟ شنب يا زلمة، من وين يطلع؟ من وين يخرج؟ من وين يظهر؟ ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف، ما شاء الله تبارك الله عليك يا شنب، ما شاء الله ما شاء الله يا شنب. مشكله ما في مهاجم، صالح الشهري ما بعرف، ميت صالح الشهري، ميت حرفيا، ميت حرفيا. خذ مكان لقدام يا صالح يا اخي، حط الصالح، حط الصالح، حلو ميشيل. لا 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 لا، قرارات غريبه كثير من لاعبين. شوف سالم والاستلام السيء، الكنترول، شوف قرارات ميشيل الغريبة العجيبة، الله يستر. ديف ماشي معاهم الكرة الشباب كمان للأمانة، يعني خلاص نهاية المباراة يا إخوان، ألف مبروك فوز الهلال 4-3، مباراة ممتعة جدا جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. تستمر سلسلة الانتصارات، الهلال يكتسح الجميع، لا كبير في الرياض إلا الزعيم إلا الهلال كالعادة يا سادة، يعني ما في جديد ابدا. الهلال شوي صعب المباراة على نفسه، خصوصا في الشوط الثاني، خاف من الاصابات، ممكن الجيسوس، ممكن اللاعبين هدوا رتم المباراة شوي، في كثير فرص اهدروها اللاعبين، كان ممكن يتعاملوا معها افضل، خصوصا مع ظهور المساحات، لانه مثل ما شفنا الشباب غامر وتقدم للامام وفتح الملعب، ظهرت المساحات. الهلال ما بعرف اللاعبين، قرارات سيئة اليوم بعض اللاعبين في الثلث الأخير من الملعب، لكن الحمد لله رب العالمين الفوز، وإن شاء الله تكون إصابة متروفيتش ما هي بالإصابة القوية، هي أهم شيء، كونه دوري محسوم، يعني خسرنا تعادلنا، نحن صرنا نبحث فقط عن الأرقام التاريخية بالنسبة للانتصارات، ما يهمنا حتى لو تعثرنا، لكن الأهم إنه نريد الانتصارات تستمر عشان الأرقام التاريخية اللي قام يكتبها الهلال، يسطرها الهلال. يا اخي يا اخي، هلال، هذا الهلال، لا الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا تنسون اخوان لايك، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان تحصلكم كل جديد في القناه. تحياتي لكم، في امان الله.